هلو لوتي، معكم مازن من قناة توفاكس 777. اليوم الحوار تبعنا هو بناء على طلبكم، وهو عن شخصين بدهم يبيعوا سيارة. في واحد منهم عنده مشكلة بالسيارة تبعيته، ما عجبته وبده يبيعها. خلينا نشوف الحوار على السريع. هي نيكلاس، بس ازدين بدير مش تسدو داين اوتو فيدا في الكوفن يا ماي فرويند. لايدا جيت اس امر كابوت. Letzte Woche war es die Klimaanlage und heute ist es das Radio. Komm schon, das ist nicht so schlimm. Beide kosten nicht so viel Geld. Ja genau, aber ich habe auch einen kleinen Unfall gemacht und ich habe nur eine Autohaftpflichtversicherung. Die Stoßstange ist leider kaputt und kostet viel Geld. Natürlich kann ich mir das nicht leisten. Schade, das ist dein Lieblingsauto. هلا بنشوف الترجمة، مثل ما شوفوا الحوار بين نيكلاس ورفيقه اللي عم يعاني من مشاكل بالسيارة، وهو مضطر يبيع على السيارة تبعته مع انه بحبها كتير. بنبلش بالترجمة. هي نيكلاس، مرحبا نيكلاس. Was ist dein mit dir? ماذا يحدث معك؟ Möchtest du dein Auto wieder verkaufen؟ بدك تبيع سيارتك انت من جديد. يا ماي فرويند، نعم يا صديقي. لايدا جيت اس امر كابوت. للاسف انها تتعطل بشكل مستمر. ليست فوخي فار اس دي كليما انلاجي. كليما انلاجي هو مكيف الهواء. اذا الاسبوع الماضي كان مكيف الهواء واليوم الراديو. وهو انت هويتي است اس داس راديو. كوم شون داس اس نيش زو شليم. كم شون يعني هي طبعا هون بنحكي بعامية، نحن لهجة عامية، انه يلا مرة. داس اس نيش زو شليم، هذا الامر ليس بسيء جدا. بايدا كوستن نيش زو فيل جلد، الاثنان لا يكلفان الكثير من المال، اللي هن كليما انلاجي والراديو. رجع رد عليه يا جيناو، نعم بالضبط. اوا اش هابي اوخ اينن كلاينن انفال جيماخت، ولكنني قمت ايضا بحادث صغير. Und ich habe nur eine Autohaftpflichtversicherung. هلا شو هي Autohaftpflichtversicherung؟ بالتأمين بالألماني في عنا ثلاث أنواع. في عنا Haftpflichtversicherung، في عنا كاسكو تايل كاسكو. هلا هو أقل شيء، أقل تكلفة، هو هذا بنحكي عنه هلا. Haftpflicht هو أقل تكلفة، يعني شو هذا التأمين؟ إذا أنت عملت حادث، أنت سببت بحادث، خبطت بحدا تاني، التأمين بيصلح للسيارة اللي أنت ضربتها، بس ما بيصلح لك سيارتك. اما في عندك كمان تايل كاسكو وكاسكو. الكاسكو هو التامين على اثنين، اذا انت خبطت بحدا التامين بيصلح لك سيارتك وسيارته اللي خبطتها. التايل كاسكو هو مثل الهافت فليش، بس في عندنا زياده، مثلا اذا صار عندنا عاصفه او شجره وقعت على سيارتك او شيء من هالنوع ممكن يصلحوا لك، يعني هذا الشيء الزيادي عن الهافت فليش. اما الكاسكو مثل ما قلنا هو بيصلح لك وللتاني. هون مثل ما عم شوف النص انه هو عمل حادث، ما بعرف، خبط بحيط، خبط بالعمود، باي شيء، وضرب الصدام تبعه مثل ما عم شوف هلا، فهو بيضطر يدفع التكاليف كلها. دي شتوشتانج اس لايدا كابوت. الصدام الامامي للاسف تحطم اون كوستت فيل جيل، بكلف كثير مصاري. ناتورليش كان شمير داس نيش لايستن، اكيد انا ما في اتحمل تكاليف. مثل ما بتعرفوا السيارات المستعملة الواحد ممكن يشتري السيارة ب 500 يورو مثلا، بس اكيد اذا بده يصلح الصدام الامامي بالشركة او اي محل ممكن يكلفه 300-400 يورو، فما انا منطقي يصلحها. اذا باع السيارة واشترى واحدة تانية اكيد منطقي اكتر عملية. بنكفي. شادل للأسف داس از داين ليبلينجز اوتو، هذه سيارتك المفضلة. بنكفي على أجهزتين. Du hast so lange dafür gespart. Und was willst du jetzt machen? Ich bin auf der Suche nach einem anderen Auto. Hoffentlich finde ich etwas Billiges. Viel Glück, mein Freund. Ich drücke dir die Daumen. Dankeschön. Neben uns gibt es ein Autohaus. Sie haben dort günstige Gebrauchtwagen. Ach so, das ist eine gute Nachricht. هلا خلينا نشوف تجربة. Du hast so lange dafür gespart. لقد دخرت لفترة طويلة لهذه السيارة أو لشراء هذه السيارة.
قلت بس فيلس دو يتس ماخن، وماذا ستفعل الآن؟ إش بن؟ رد عليه إش بن أوف در زوخي، أنا أبحث ناخ أينم أندرن أوتو، عن سيارة أخرى. هوفنت ليش أتمنى أو أأمل فند إش إدفاس بيلكس أجد رخ شيئا رخيص الثمن أو سيارة رخيصة الثمن. فيل جروب ماي فرويند، حظا وفيرا يا صديقي، إش دروك ديدي داومن، أتمنى لك التوفيق. طبعا إش دروك ديدي داومن هوني ما نحكي الألمان بيستخدموها هيك مصطلحات. دانك شو، شكرا جزيلا. رد علي نيبن أونز، بجانبنا جبتس أين أوتو هاوس، يوجد مركز لبيع السيارة، بيقولوا له هوني أوتو هاوس. طبعا هاوس لحالة منزل، أوتو السيارة، بس بيقولوا هوني المحلات بيع السيارات بيقولوا له أوتو هاوس. زي هابن دورت كونستيجي جيبغاوخت فاجن، لديهم هناك سيارات مستعملة رخيصة الثمن. أخذوا داس إست أيني جوتي ناخشت، حقا إنه لخبر جيد. وهي مثل ما شفتوا مشاهدينا، شفنا نيكلاس ورفيقه يلي معه مشكلة بالسيارة، تعطلت وعمل حادث شروشتانج تبعه وتحطم خرب وما بيقدر يصلحه، مضطر يغير السيارة، وشفنا شو ممكن يحدثوا مع بعض. بتمنى يكون هالحوار فاتكن، وكتير هو مهم طبعا لفحص البي آينز، سواء كان جاء محادثة فحص المونليش، أو إذا اضطرينا نكتب نحن رسالة فينا ناخد جمل من هالحوار. وفي درسكن، وأكيد بشوفكن بالفيديو القادم. تشاو.